باطنا، يعني ما نخفي شيء ونظهر شيء آخر كالنفاق، نسأل عليه السلام. نعم. لا، من خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة أحسن، صحيح؟ نعم أحسن. أي نعم. لأن هذا كلام إيش؟ بشر، وكلام الله سبحانه وتعالى يأتيه الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عليه. نعم. وهذا ديننا الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أحوط أفضل. نعم. وكل ما خالف الكتاب والسنة من كلام أي أحد كائنا من كان فاضربوه عرض الحائط. نعم. امشي. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. سبحان الله، بعد أن يذكر لك المعتقد وهذا الدين وهذا معتقد وندين ونعتقد ونؤمن وكذا، ايش يقول؟ يدعو الله، ما قال أنا في الجنة ولا عندي سك غفران أو أنا الإمام، صح؟ أو العلامة أو أنا إمام من أئمة السلف، صح؟ لا، تبرأ من حوله من قوته. شيخ الإسلام إخواننا، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف العقيدة الواسطية، وفي نهاية العقيدة الواسطية يقول نسأل الله أن يجعلنا منه. طب أنت من من؟ في نهاية العقيدة الواسطية يقول نسأل الله يجعلنا من من؟ من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة. تبرأ من حوله من قوته. وتجد بعض الطلاب ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا، يقول أسأل الله يجعلنا من أهل السنة والجماعة، أنا تبرأ من حولي وقوتي وأطلب من الله سبحانه وتعالى، صح أو لا؟ أي نعم. تزكي نفسك؟ لا. نعم، في فرق يا أخواننا بين التزكية، تزكية النفس بالتعريف. يعني واحد دخل عندنا إلى البقالة، إلى البقالة، وشك في صاحب البقالة، شك فيه، فقال له رافضي؟ قال لصاحب البقالة رافضي؟ قال له صاحب البقالة إلى النخاع، إلى النخاع. تعرف يعني النخاع؟ يعني رافضي إلى النخاع، يعني إلى أصل، يعني ما يترك هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن العجب أن أهل الباطل يتمسكوا بالباطل يفتخروا به ويجهروا به، وأهل الحق بعض منهم من يسلم. نعم. قال اللهم آمين، يثبتنا ويختب لنا به. نعم. ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. آمين. والمذاهب الضلالية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالهم ضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأضياء، وبالله نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خير.